كان هدفي أني أطلع بفكرة جديدة تتم ذكرى دائمة في مبنى مجموعة الإمارات. بجهود فريق العمل وحماسة قدرنا نطبق الفكرة باستخدام طيائر صغيرة من طراز إيرباص A380. نحن في مجموعة الإمارات عنا استراتيجية توطين اسمها رحلتي، ومن أهدافها الاستراتيجية دعم الأفكار الإبداعية. بإبداع المشاركين وروح تفاعل موظفين مجموعة الإمارات طلعنا بعمل وإنجاز متميز يحتوي على 1400 طيارة. كل طيارة على ليدار تمثل متبرع، وقدرنا نجمع أكثر من 70 ألف درهم، والمبلغ يروح لمؤسسة الطيران الإمارات الخيرية.